الغدا اليوم صبايا برعاية مستعجلة، ما عندي وقت وبدي اكل شي طيب. هلا للناس اللي عايشين باوروبا في انواع بيتزا بتكون مثلجة وحلال، يعني مكوناتها مثل هاي من هوفر، البيتزا بتكون بالسبيناتش اللي هي سبانخ، او بتجيبوا النوع الثاني اللي هو المارغريتا اللي بيبقى بس شوية جبنة مع الطماطم. هدول مكوناتهم 100% حلال. والشغلة الثانية عجينتهم كتير طيبة، معمولة هي بالفرن نصها. انا لحتى اعمل هاي البيتزات بضيف عليها السلامي لحتى تكون يعني اطيب، لانه هي مو هالطعم القوي فيها، فراح اضيف عليها سلامي. وكمان راح اضيف عليها هاي الجبنه اللي هي جبنه مبشوره من ماركت جوده، عن جد فظيعه للمكرونه للبيتزا. بس بخلط معها نوع تاني من الجبن خصوصا للبيتزا، وهي الموتزاريلا. راح اخلط موتزاريلا مع الجبنه الجوده، وبعدين راح اضيف بهار دجاج هيك رشة على خفيف، وكمان ضروري جدا ضروري جدا انه اضيف رشه من الاوريجانو اللي هو الزعتر المجفف، بيعطي طعم مش طبيعي للبيتزا، انا ما بستغني عنه بالمكرونات وكمان بالبيتزات شو ما كان نوعها. هلا راح احطهم كلهم مع بعض واحضرهم واجيكم كيف بتكون جاهزه. طبعا فيكم كمان تضيفوا للبيتزا مشروم، تضيفوا ذرة، بس انا بدي اعملها سريع لانه بجد جوعانين والمطبخ فيه تصليحات، فبدي شيء سريع ويسد الجوع. اوكي صبايا، هذا هو شكل البيتزا المارغريتا، بتاخذ يدوب بالفرن 5 دقائق مو اكثر لانه هي شبه مستويه. احمد بلش يضيف عليها السلامي، ايوه التاتش بتاعه، وبعد هيك راح نضيف الجبنه. في جبنه جاهزه؟ وهون هذا النوع اللي بالسبانخ طيبين، وكمان عليها كمية منيحة من السبانخ، أنا بحب هذا النوع من البيتزا. أحمد والبنات بيحبوا هذا النوع. أحمد عاد هاي لعبته، الجبنة بيغرقها جبنة. كمان فيكم تضيفوا الفلفل المخلل اللي هو الهالبينو. وهيك البيتزا هاي صارت جاهزة، ضفت عليها البهارات، شوية من بهار الدجاج وكمان رشة من الأوريجانو أو نعناع مجفف، وخلاص حطيت نوعين الجبنة الموتزاريلا والجودة، وعلى الفرن 5 دقايق وبتطلع. وهاي هي كمان بيتزا السبانخ، يامي يامي. بدي أخبركم شغلة صبايا بالنسبة لهاي البيتزا، الحلو فيها إنه فيكم تحفظوها بالثلاجة لوقت الأزمات، عندك ضيوف إجوا على فجأة، بدكم تعملوا عشاء سريع وما عندكم صبر، كمان للأطفال اللي مثلاً ما حبوا أكلة اليوم فيهم ياكلوا منها، لأنه معظم الأطفال بيحبوا البيتزا. أما بالنسبة للمكونات اللي فيكم تضيفوها على هاي البيتزا المارغريتا، أنا أحياناً بعملها بدجاج، بضيف عليها صدر دجاج يكون هيك شرايح كتير رفيعة، أو ممكن أضيف تونة، ممكن أضيف شرايح تركي مدخن، اي مكون بتحبوه، لحم مفروم، شو ما بتحبوا فيكم تضيفوا على البيتزا. صبايا سألتوني على هذا الكورنر الموجود عندي بالحمام، هذا الكورنر الخشب انا جايبته مجموعه كامله للحمام من ايكيا، حتى الاغراض اللي عليه من ايكيا، يعني حتى الشمعه من ايكيا، وهاي اللي شفتوها سألتوني عليها كمان، العلبه موجوده بايكيا، حاطه فيها طبعا القطن تبع الميك اب، الاغراض اللي بننظف فيها الاسنان، كمان الدبابيس تبع الحجاب تبعي. وهلا اول بيتزايه صارت عنا جاهزه. هذا طيبه، شوفوا هي عن جد ما بتاخذ وقت، شايفينها بتكون محمره من فوق وانتم بتحمروها شوي من تحت. هلا انا فهمتكم خيانه المره هاي، مش بس تخبيص بيتزا، كمان عم اقلي بطاطا لانه بجد كتير جاي عبالي بطاطا هاي اليومين، وخلص من انه خبصت فرح خبص على المظبوط. وهاي البيتزا لتصير اطيب ضروري يكون في عنا هاد الصوص الصيني الحار، عن جد رهيب. ويلا صحتين. وهيك البطاطس المقلية صارت جاهزة مع رشة ملح، وكمان البيتزا تبع السبانخ شكلها بيشهي، شو رأيكم؟ اما بالنسبة للرف الثاني، هون حاطة فيه كل الشغلات اللي بستخدمها بشكل يومي او بعد كل حمام، مقشر، مرطب، كمان حاطة مرطبات للرجلين، البخاخ اللي بستخدمه لشعري انا وبنوتاتي، الغسول تبع الوجه، مزيل ميك اب، كل الشغلات، حتى ماسك للشعر حاطاه هون. وهون في عندي بالرف هاد مثل معطرات، شامبو زيادة مشان لو خلص، كمان في عندي وايبس بحال حدا من الضيوف كان بده يغير حفوض لابنه او هيك شيء بتركه على طول بالحمام، وشوية شغلات تانية.
ومن بعدها في رف هون رف هذا اللي تحته للفوط. الصبايا اللي نصحوني مشان المكتب كنت بدي ارميه لانه هذا اللون ما كان يروح ابدا بمواد التنظيف، نصحوني انه نضيف كلور يكون تركيزه قوي واعمله بالفرشاه هيك او بقماش لحتى يروح اللون. بدي احكي لكم انه استخدمت هذا الكلور وحطيته على الطاوله وعم فرش فيه الخشب هذا، فعن جد راح اللون. فشكرا صبايا، كان في كذا اقتراح انه اعمله بالكلور او انه اعمله بخاخ او اجيب ورد مثل اللاصق يعني، بس شوفوا كيف اللون عم يروح تماما. فرح زبط المكتب وهيك بوفر على حالي مكتب جديد لانه جد خشبه كتير سميك، وهاي بس المشكله كانت عندي. فشكرا للصبايا، رح اكتب اسمائهم لحتى اشكرهم بنفسي. شوفوا صبايا المكان هذا مثلا ببساطة، على فكرة ما تركت الكلور عليه مدة طويلة، هلقيت حطيته وبتركي على طول. شوفوا كيف راح، شايفين صبايا النتيجة من بعد ما مشيت على نصيحتكم؟ والله العظيم بجد رجع انظف من لما شريته اول مرة، بياض ناصع، لمعة ونظافة. لك حتى هون الرف هاد تبع الكيبورد كان عليه خرابيش كتير وحبر والوان، راحت 100% النظافة. الله يسلم ايديكم، شكرا لكم كتير. خلص هيك ضمننا ما في صرف على الفاضي. شكرا. كمان احمد راح يصلح الجنب بما انه نظيف وصافي من نؤمن. اوكي صبايا، سألتوني كتير على علاقة الملابس، وكمان الماليكان اللي انا بلبس عليه دائما ملابس فيديوهات لما يكون في مشتريات والامور هاي، وكمان على التسريحة تبعي هاي كيف ركبتها، كيف اسعارها، شغلات كمان اللي بحطها عليها هاي الكريمات، العطور، الميك اب والامور هاي كلها. بس بدي اطلب منكم طلب. سمعين صبايا كيف احمد لساته بيشتغل بالمطبخ، يعني ان شاء الله رح واجيكم شكله النهائي بس يخلصه، بس لسه محتاج وقت. الطلب هو انه اذا حابين اعملكم فيديو مفصل عن التسريحة بشكل كامل والاغراض اللي عليها، شو الشغلات اللي بنصحكم تشتروها، شو الشغلات اللي لا، كيف الاغراض هاي انا ركبتها على بعض، وكيف بغير بالديكور تبعها من فترة للتانية، فاكتبولي تحت بالتعليقات لحتى يكون الفيديو الجاي على اكيد. بس بدي تشجيع منكم اكثر لانه رح يكون عن جد كتير متعب، وخصوصا اذا انتم حابين تعرفوا كمان الاغراض المحطوطة على هاي الرفوف ولشو بيستخدم الشغلات هاي بالتفصيل، واذا بنصحكم فيها او لا، الزيوت، خلطات للشعر، خلطات للبشرة، البرفانات المفضلة عندي، الميك اب، كل الشغلات اللي انتم طلبتوها. اذا حابين اضغطوا لايك على هذا الفيديو، وكمان اكتبوا لي تعليقات تحت بصندوق التعليقات لحتى اعرف اذا بعمله او لا. امبارح حكيتكم صبايا على انه نظفت هاي الكنبايات عندي من غير ما يكون الموضوع متعب، في عندي جهاز بستخدمه من كذا سنه لتنظيف الكنبايات وكمان السجاد، رح ورجيكم اياها لقيت بالتفصيل. هذا هو الجهاز اللي انا بستخدمه تقريبا صار له عندي 4 سنوات، كثير ممتاز لتنظيف السجاد، الكنب، اذا في عندكم ستاير. والشغله الاهم بهذا الجهاز انكم ما بتحتاجوا فترة طويلة انه السجاد او الكنب ياخذ وقت للتنشيف، يعني بينظف وبنفس الوقت بيجفف. الجهاز مو بس بينظف المي او بيجفف الشغلات هاي، كمان فيكم تستخدموه مثل مكنسه كهربائيه العاديه لحتى تشيلوا فيها التراب والغبره والقصص هاي، له كذا قطعه، وهي مشكلته انه مليان قطع، يعني هو غالي شوي بس لانه مميزاته يعني كامله، فيكم تستخدموه لكثير شغلات. بس اليوم رح شارككم بالطريقة اللي انا بستخدم فيها هذا الجهاز لتنظيف السجاد، بما انه امبارح نظفت الكنبايات رح اورجيكم بالتفصيل كيف بستخدمه. هاي هي الكرتونة اللي بتيجي مع الجهاز صبايا، هذا شكلها، هاي ممكن تتبع الغبرة، وهون بتيجي عندكم القطع. الشغلة الحلوة باللي بيشيل الغبار انه في عندكم لتنظيف السجاد مثل لوب بيلم كل الشعر، ما بيخلي بالسجاد والكنبايات شعر ابدا. هاي كمان عندكم القطع هاي اذا بدكم تنظفوا شغلات عالية مثل الستاير والامور هاي، هاي اللي بستخدمها القطعة لتنظيف السجاد، هالقطعة حتشوفوها كيف بتعمل. عندكم بيجي معها 3 علب مواد تنظيف، ملمع،
كمان اللي بيعطي ريحة وغير هيك سائل التنظيف. كل ما بيخلص فيكم ترجعوا تطلبوه من امازون. كمان عندكم هاي القطع لتنظيف الكنبايات. صبايا مشان سائل التنظيف مو بالضروري تستخدموا سائل التنظيف تبع الجهاز، يعني لو ما لقيتوه مش مشكلة، يعني انا لما بيخلص من عندي مو موجود بحط من سائل التنظيف تبع الغسيل او شو بنسميه دواء الغسيل البودرة، وبضيف عليه شوية كلور لو السجاد او الكنبايات لونهم فاتح، واذا غامق شوية من الكلوركس تبع الملابس الملونة وبس بتخطوه مع شوية مي وبينحط بجزء هاد بالجزء اللي تحت. هون رح يبين عندكم المكان هذا كمية الوساخة اللي كانت بالسجاد او بالكنب، رح يبين عندكم شغلات ما بتتخيلوها وبنفس الوقت وانت مرتاحة جدا. خليني اورجيكم كيف. اوكي صبايا هلقيت عندكم زرين، زر بينظف على طول والزر الثاني اللي بيطلع المعجون. شوفوا كيف رح اضغط على البامب. اضغط حمادة. اوكي تمام. اوكي هلا ضغطت انا بامب علشان يطلع السائل. بكل بساطة بضغط على زر بالمكنسة من هون، هذا هو هذا الزر، بيصير يطلع الصابون على السجاد. فيكم تعملوه بشكل متواصل، يارب يكون واضح عندكم. هذا البخاخ بترشوا منه شغلات بسيطة، المفروض علشان ياخد يعني نتيجة أفضل ترشوه على السجاد وتركوه فترة. أنا بعد ما رشيت رح ورجيكم كيف النتيجة. هلقيت خلصنا من توزيع الصابون، رح نشغل وشوفوا كيف. شايفين صبايا السجادة هلقيت أنا نظفتها تمام وحطيت عليها الصابون. جيبوا ورقة محارم هيك، شايفين قد ما ضغطتوا عليها رح يكون ناشف. هاي الورقة، الورقة مثل ما هي فيك تنظفي السجاد والكنب وبنفس الوقت تستخدميه عادي، بس الأفضل لو عندك فرصة إنه تعرضيه لشوية هواء حرارة الشمس بكون ممتاز وأفضل. بس هيك هيك بنظف السجاد وكمان بنظف الكنبات. خليني اورجيكم شغله ثانيه. خليني صبايا اشارككم بمشكله كتير موجوده باوروبا او حتى بالدول الاجنبيه. هلا الارضيات كلها خشب. الشغله الثانيه ما في شو بسموه مكان يجمعوا فيه المي او شو بسموه يا حماده، بلاعه. اوكي ما في بلاعات للمي، فبنضطر انه دائما نمسح بالقماش. هذا الجهاز فيني احط منه الصابون على الارضيات مثل هيك، وبعد هيك اجيب المكنسة، وخصوصا اذا في بقعة قوية اجيب المكنسة وافرك الارضية فيها، وبكل بساطة ارجع من بعد ما اكون عملت الارضيات من غير غلبة اشيل كل هذا والمع الارضيات. صبايا نسيت اشارككم بانه هاي القطعة لها مثل قطع مطاط بتنظف الارضية كتير منيح وبتنشفها. شوفوا مثلا لقيت لسه في شوية مثلا ماي لحتى اتأكد انها ناشفة وكمان الارضية كلها تلمعت بنفس المستوى. شوفوا كيف. شايفين يا صبايا هاي القطعة على تنظيف السجاد. عندنا مشكلة كتير كبيرة خصوصا السجاد اللي لونه فاتح بين البيج والابيض، احيانا بيكون كتير نظيف بس لونه غامق شوي لانه بيكون مليان شعر، فهاي القطعة عن جد رهيبة. شوفوا كيف هون فيها وانتو بتكنسوا بنفس الوقت بتلموا يعني الغبرة اللي على السجاد، هاي العجلة بتلف وتشيليلكم كل الشعر اللي موجود ايا كان حجمه بالسجاد. عن جد هاي ريحتني بشكل مش طبيعي. هذا الجهاز عن جد مو اتنين في واحد، مليون في واحد، تنظيف وتلميع وتجفيف وكل شيء. في احلى من هيك؟ بس حتى اكون معكم صريحة صبايا، الجهاز كتير ممتاز ورائع وبيستحق سعره، ولكن اول شيء هو حجمه كبير فمحتاج مكان تخزين كبير، والشغلة الثانية لما بدكم تبدلوا ما بين التنظيف المي والتجفيف وما بين التراب والغبرة والامور هاي كتير محتاجين تبدلوا بالاعدادات تبع الجهاز، يعني القطع رح تفكوا كتير قطع وتركبوا قطع تانية. لكن اذا عندك طولة بال وهاي شغلة عندك بسيطة عن جد رح ينفعك. انا بالنسبة لي جدا ممتاز، يعني لازم كل ست بيت يكون عندها. بعرف انه في خيارات القد جديدة ولكن مو عملية وفعالة مثل هاي، وبنفس الوقت هي عندك مكنسة تراب ومكنسة شو اسمها مكنسة سجاد او تنظيف الماء والامور هاي.
حتى ما اطول عليكم صبايا بهذا الفيديو، راح اختم هذا الفيديو هون حتى تكونوا استفدتوا، اعطي هذا الجهاز حقه وتكونوا اخذتوا فكره كامله عنه. بتمنى يكون الفيديو مفيد لعلكم وعجبكم، فما تنسوا تشتركوا بالقناه وتضغطوا لايك اذا عجبكم، وهلقيت استنوني بفيديو تاني. باي باي.